بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أعزائي أحبائي ضرعيني الغالين الزينين المتابعين، اليوم الخميس ليلة الجمعة، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يطول أعماركم ويبارك في حياتكم ويعفو عنكم ويغفر لكم ولوالديكم يا رب العالمين. كل من يسمعني وين ما كنتوا ان شاء الله استمتعتوا ويانا البارحه بطبختنا الشعبيه الصالونه، وهذا انا الحين طالع من المزرعه متجه مع اصدقائي وربعي الى الريوق. يا حي الله بالبطاشي، اسعد وانورت، يا حي الساعه المباركه. نحن في هذا عمان طبعا صالح، ما نشوفك يا صور انت بعد، فخلكم ويانا عندنا شاسيرات وجيات وطلعات وصولات ويولات، واحبكم تستمتعون ويانا ونحن نستمتع بشوفتكم يا نظر عيني انتم ويا الطيب. مساكم الله بالخير الحبايب، ايش حالكم؟ وصلنا اولت البارح وين كنت حر؟ كان حريه في دبي في الورقه. والبارح وين متغدي؟ في الذيد مطعم العود. واليوم وين بيتغدى؟ في الشارجه وبيتريق. هذه لفة على مطابخنا ومطاعم الشين إلى شارع محمد بن زايد. يا الله، هذا مطعم العيوش، العيوش البرياني والحيدر بادي، وهذا مطعم الخفايف. شوفوا هذا يوم قال شاهي باستكانة، شاهي باستكانة، كرك حري محلى وفي الشارج مكانه. هذا في الشارج مكانه. يبو ريوقنا، يبو ريوقنا، ريوقنا عندنا ضيوف اليوم من عمان الشقيقة. الريوق وين؟ السلام عليكم ريوق. زين وصلنا عاد. نحن بدأ من دقدق عمان رمسير، لا، نحن في أرقى مطعم شعبي، أحسن مطعم شعبي وأرخص مطعم شعبي، والأكل متنوع شعبي بحت. ليش؟ انا راعي. مع كل من يوم نجر قال ما تنبل وادي الشجر، قال شعبي، لكن من صاحبه. اما هذا صاحبه على راس واجد. ونحن عندنا يا هلا البطاشي، هلا بصالح، تفضلوا افتح يا مالك. الله الله الله، هذا الشباب شعبي، البيض والطماط، شكشوكه، القيماد عادي، القيماد بالحلوه، الدانجو، البلالير، الخبيصة، السمبوسة، وصب الماي على الباجلي وعلى الباجلي والجدر ما برايم تشله. الله 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 الله، شوفوا شوفوا الجبن، العسل. هذا اللي غنوا عليه، اللي غنوا عليه، شاهي باستكانة وشاهي باستكانة، كرك حري محلى وفي الشارج مكانه، وفي الشارج في قلبنا مكانه، في قلب أفل وين؟ في قلبنا مكانه، وأنتوا بعد في قلب مكانكم. نعم، حيا الله الأعمال الغالين. أشوفوا الكرك، اشربوا اشربوا بالعافية عليكم، تفضلوا واسمحوا لنا. لا تكبرها وهي صغيرة، علو صيني مشكل وقدامك، شبيك لبيك، ومطعم حرية بين يديك. اطلب وامروا من هذه قبل هاي، حياكم الله، وبتواصل وياكم، عندي اشياء وايده. واليوم يوم ان شاء الله بكون سعيد، والخميس ليله الجمعه، الله يجمع شملكم ويطول اعماركم ويبارك في حياتكم وفي اولادكم ويغفر لامواتكم ويشفي مرضاكم. قولوا امين. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي احبائي الغالين. شو غدائي؟ غدائي الصالون الدياي، دياتشي. البارح متعشي دياتشي حرية، واليوم بعد ترد تاكل دياي. هي نعم، ان كنتم في نعمة فداروها، ان الله زوال النعائم. النعمة ما ترمي، النعمة ما تنعق، مال امس في بتة وحطيته في الثلاجة، والحين طول الله عمركم اكيان. اشوفه شو قايلة حريت الحين بتغداها. تعال شي ناس يا حبيبي، هذه نعمة الله، ما بالبيزيد عقوف خلاص. أنا عندي لا 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 لا، النعمة 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 النعمة، داروا على النعمة. هي نعم، شو بيسلوا علي عبد الرحمن؟ صح، باكل هوي وعيش الأبيض، نعمة الله. أحط لك بعتبان أنت دياي؟ لا لا لا. السلام عليكم،
ايش حالكم؟ عساكم طيبين؟ غالي حبايب حروني وين؟ قولوا مثلا مزرعة؟ لا فرغ كان؟ لا ايوه حرية. والله يقول جنة بلا ناس ما تنداس من زوين انا اصير مكان يعيبوني الناس تعيبني الاجواء تعيبني العالم الجنسيات الناس مختلفة الالوان مختلفة الاشكال مختلفة كأنك انت مسافر العالم كله لكن السيرة بسيطة وممتعة وحلوة وانت في بلدك ما داعي طيارة ولا درو انت العالم كله عندك حرية شوقتنا وين ما تدري انا من عشاق القرية العالمية في الايام الشتوية وياي طبعا طبعا وياي انا ويا منصير طبعا اهلا 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 ابو خالد شو رايك اليوم في اللي في هذا القعد والله مستانس اليوم جلسنا في مطعم دور الثاني ومط يعني يلسة تقولها ملكيه شوي عليها شوف شوفوا 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 طالع طبعا هذا المطعم وعاد الله تشوف القريه العالميه كلها من الدور الثاني الله اسمك اللي يا حريه طلع فنتك اي نعم هاي المسرح هاي القريه السورية شوفوا شوفوا انا وين شوفوا العالم اليوم الخميس شوفوا الناس يا ربي هذا الدور الثاني مطعمهم مطعم على كيف كيفك شوف الله الكويت اليمن يعني تشوف القرية العالمية ثلاث أربع الناس يا عوائله ويا أصدقاء مشوا طلعوا شوفوا متعوا نظركم قال يا بنات سووا نفس خل الغريب يشوف والعين حال النظر والقلب حاله يشوف لازم اذكركم اليوم مقامك يلا شوفوا المطعم هذا الحلو هذا ابو انا لعبتي هاي واحد صور محمد صور يلا يا ابو خالد العافية عليكم محمد العافية ابو خالد مستانس وياسين فوق السطح ايه وتعشى ونشوف اللوادمة ما شاء الله والصلاة على النبي محمد طالع مثل ما قالكم حرية متع نفسك بنفسك واسعد نفسك بنفسك ولا تنتظر الآخرين يسعدونك لا ايش يومك وطنش تعش تعش ولا تنظر إلى الخلف دفع إلى الأمام خلك إيجابي أنا أحب الطاقة الإيجابية أنا بدياي مسحب على هو على الفحم اللحم بدي ما أكله وتعجبني هاي بعد شو اسمها هاي كبي يا هي كبي والعب يعني حياة دبي دانك الدنيا استانسون العالم كل يوم ونحن بس مكان ثاني والله ما شجعني انا اسافر انا اشوف كل العالم في الدنيا في الامارات دبي الحياه شيء ثاني لازم تغير مطعم نسيم بيروت في القرية العالمية
عندال القرية الإفريقية ومقابل المسرح. والله ما عليه كلام ياهو مطعم القهوة العربية عقب العشاء لوكيشن غرب يا لوكيشن تعال يا أخي البلاد مغاوية. فوين حري قلت قلنا نسيم بيروت أكل أمانة بصراحة والله العظيم الله ما سوى دعاية لكن أكل اللذيذ شغله حلو صراحة زين زين شحقا جامد ها يا الله حتى قاوت مغاوية حتى دلت مغاوية إيه والله العظيم بس على منشارين الدلة هيدا كني حرية وين أي مكان حرية ما خطة ما صورت لا صورت لكن رياس الدور الثاني بس الحين بعطيكم شو مكتوب عليه آه مطعم لبناني نسيم بيروت آه نسيم بيروت مطعم وينه هاي القرية الإفريقية مرة وأنتوا جايين القرية الإفريقية هذه القرية العالمية وين السوق هذا السوق العرق عدة مرة آه.